هنروح بقى دلوقتي لمراسلينا، والنهارده هنتكلم عن اتنين من المبادرات المهمه اللي كان اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادره حياه كريمه ومبادره دعم صحه المراه المصريه. هنبدا مع دوري عاطف، هي برضو موجوده في احد هذه المبادرات، ومعنا كمان زميلنا ايمن عماد. انا برحب بزميلي، ونبدا بقى مع زميلتي دوري عاطف. صباح الخير يا دوري. صباح الخير عليك يا خلود وعلى جميع مشاهدينا الكرام، وبنتابع معاكم من هنا من مركز طب الاسره بالست الخضراء بحلوان. ويعني بالطبع هناك العديد من المبادرات الرئاسيه خاصه بصحه المراه والاهتمام بها، ولكن يعني للمزيد من التفاصيل حول هذه المبادرات والتي اطلقت يعني منذ عامين تقريبا من الان، وينتضم لي الدكتوره ساميه عبده مدير الرعايه الاساسيه لمنطقه حلوان الطبيه. برحب بك يا دكتور في البدايه على شاشه اكسترا. اهلا بيكي طبعا وبكل ضيوفك طبعا. طبعا هنا في الست خضراء بنقدم مبادرات خاصه بالمراه زي مبادره صحه المراه ومبادره الام والجنين. دي مبادرات مختصه بس بالسيده. اي نعم السيده كده كده مشتركه في مبادرات ثانيه زي الامراض المزمنه وزي مبادره فيروس سي، لكن صحه المراه والام والجنين هم خاصين بس بالسيدات، بس من حبنا للسيدات. يعني يا فندم لو تكلمينا عن الاجراءات المتبعه من اول ما بتدخل اي سيده هنا للمركز عشان تكشف في اي من المبادرتين. طبعا بالنسبه لمبادره صحه المراه، اول حاجه بيبقى فيه زي ندوات شبه يوميه ان هي بنعرفها زي كيفيه الفحص وازاي بنتعامل معاها. بعد كده بعد ما بتسمع الندوه بتخش على السيستم جهاز الكمبيوتر، بيتم الدخول اسمها والسؤال عن بعض الاسئله الطبيه اللي هي قبل الفحص، وبعد كده بنوجهها للطبيب المختص بيتم فحصها. وبعد كده لو في اي مشكله عندها او اي حاجه بيتم فحص اخر اللي هو الماموجرام او كده. ده بالنسبة لصحة المرأة. لكن صحة الأم والجنين دي خاصة بالسيدات الحوامل بس، بيخش طبعا بيقيس ليهم وزن وطول ومتابعة ضغط وسكر، بيتعمل سونار وبيتم 3 فحوصات اللي هو المرض الزهري ومرض الإيدز والكبد الوبائي. بس يا فندم في سهوله في الاجراءات وتيسيرات يعني لاي سيده بتدخل المركز عشان تكشف في اي مبادره سواء صحه المراه او الخاصه يعني بطفلها؟ طبعا السيدات بتبقى عارفه لكن العيادات، لان هم مترددين دايما بيبقوا عارفين بالظبط هم متوجهين فين، وبيتم الترحيب بيهم لان هم زي اسره، يعني احنا بنتعامل مع المرضى كاننا اسره معاهم، بيبقوا عارفين ازاي ياخدوا الخدمات وايه الخطوات المتبعه، لان كمان في جميع المركز الارشادات ازاي الست هتخش من مكان لمكان. في فئات عمريه يا فندم معينه مستهدفه من المبادرات دي؟ بالنسبة لصحة الأم والجنين لا، هي كده كده أي سيدة حامل أيا كان عمرها بيتم يعني أخذ الخدمة اللي موجودة في المركز. بالنسبة لصحة الأم والجنين دي من 18 لما فيما فوق، يعني ما هياش مقترحة على حاجة معينة، كل فئة بيبقى ليها طريقة في التعامل معها. نتكلم على مدار سنتين تقريبا المبادرات دي يا فندم، لو يعني تكلمينا شايفه المردود وشايفه اقبال السيدات عليها وشايفه يعني قد ايه قدرت تساعد سيدات كتير. والله طبعا دي حاجة كويسة جدا ان احنا فعلا بنبدا المبادرة الاول بتبقى لمدة 3 اشهر، وبعد كده بتبقى خدمة يومية في المركز، ما بيتمش وقف المبادرة، بنكمل بيها كخدمة عامة. طبعا بنكتشف امراض كتير بالنسبة للسيدة الحامل، وبنحمي الام وبنحمي الجنين منها، وبرضه كذلك في صحة المرأة. طبعا كان في ناس كتير بتموت بالكانسر من غير ما تبقى عارفة اساسا ان هي عندها اي حاجة. لما بتيجي هنا بيتم الاكتشاف المرض مبكر وبيتم العلاج بطريقة سهلة وبيقن المضاعفات طبعا المتواجدة. بس أشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، والشكر بالطبع موصول لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة، وعودة لك زميلتي خلود مرة أخرى في الاستوديو. درية عاطف أنا بشكرك.